بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا عايز اغير هنا في العنوان ولا في الوصف ولا الكلام ده، هلجأ هنا للذكاء الاصطناعي؟ هو بيقول لي طبعا هنا ممكن تلجأ للكلام ده وبتقول لي حاجه زي كده، وانا ببدا اشوف اعمل ايه معاك اذا كنت انت هتلجأ للذكاء الاصطناعي بالمنظر ده عشان تقدر تعمل عمليه تحسين للعنوان للوصف للكلام ده. باجي هنا بختار موقع ممتاز جدا، الموقع ده اسمه عربيه .AI. تمام، الموقع ده لما بدخل عليه هبدا اقول له انا هبدا هنا اسجل عندك، هيقول لي اسجل بيها، اقول له طب ماشي انا اسجل باي حاجه مثلا بالفيس، هيقول لي ماشي حاضر، هيبدا يسجل هنا وابدا ادخل عنده مثلا وابدا ارجع لك تاني. دخلت دلوقتي على ادوات الكتابه واقول له انا اختار اي حاجه انا عايزها، اقول له طب اديني هنا انا عايز اغير الكتابه اللي موجوده في مثلا في مقال في نص في محتوى في اي حاجه انا عايزها، اقول له طب انا عايز اعمل اعاده ايه كتابه النص او تلخيص، هيقول لي طب انت عايز ايه، اقول له طب اعاده كتابه النص، هيجي يقول لي طيب انت عايز هنا يكون مثلا تاكيدي يتسم بالرهبه شديد الاهميه في انواع كده في يعني الجمله احطها لك في صيغه ايه، اقول له خليها مثلا كده يعني يتصل بالرهبه لما نشوف ايه الموضوع ده، عايز لغه عربي انجليزي اقول له خليها عربي، عايز كم مره نتيجه اقول له ما هي نتيجه واحده، يقول لي طب حط لي هنا ايه الجمله اللي انت عايز تحطها، ويبدا يعمل لنا عمليه انشاء، بيبدا يديني هنا انشاء اول مره هنا، يداني هنا اداني الجمله اللي انا عايزها فعلا، وقال لي كيف يمكننا الحصول على وظائف في مراكز الاتصال براتب مرتفعه وماذا عن طب الله الجمله اللي اداني الجمله دي كانت فعلا يعني بتتصل بالرهبه، هو بيقول كده طب حاضر ماشي، لو انا عايزه مثلا باي لغه بالصوغه تانية مثلا غني بالمعلومات كذا هو يزود او الكلام ده كله، طيب انا هسيب الكلام ده كله مثلا وابدا اقول له لا طب انا عايز اعمل مثلا ايه كمان، انا عايز مقال حر، انا عايز محتوى المقاله، انا عايز مثلا مقدمه مثلا لمقاله معينه، يقول لي طب عايز المقدمه دي عباره عن كذا 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 ولا اعدل لك ولا اعملها، هو هنا بقى نبدا هنا زي ما عملنا في اللي فات هنعمل في الكلام ده، مديك تبسيط جمل عشان ما تكتبش برده كتير لو انت عايز تكتب، لان ساعات بيقول لك ايه ما تزودش على مثلا 100 حرف، ما تزودش مثلا 5000 كلمه، ما تزودش على 5000 حرف، حاجات زي كده بتكون انت عارف الموضوع. اعاده كتابه نص، عايز مقدمه مثلا لمقاله معينه، الكلام ده كله. طيب تعال نشوف في حاجه ثانيه غير كتابه النصوص، في كتابه المحتوى للشركات، طبعا دي مهمه جدا والشركات ليها طبعا طبيعه عمل احنا ما لناش دعوه بيها غير هم دي شغلهم هم، اللي هي رؤيه الشركه، مهمه الشركه، الكلام ده كله. هنسيب الكلام ده وندخل على حاجه مهمه جدا اسمها كتابه البحث. تمام، كتابه كلمات البحث دي مهمه جدا، لان احنا لما بنروح هنا في الوصف بلاقينا مستخرج الكلمات المفتاحيه، بنقول لك انا عايز كلمات مفتاحيه، بقول له طيب عايز ايه بالظبط، بقول له مثلا عايز خطوات تفصيليه لانشاء مقاله مثاليه، طب ولا انت عايز عشان فيديو، ولا انت عايز عشان نص مثلا في الكتابه او الكلام ده، ولا انت عايز مقدمه مقاله، ولا انت عايز تلخيص مثلا نص بس يكون جواه كلمات مفتاحيه زي اللي احنا مختارين هنا كتابه كلمات مفتاحيه، عايز مولد كلمات مفتاحيه، عايز علامات وصفيه، عايز مثلا عنوان تعريفي، عايز ايه بالظبط، عايز منشورات في المقاله كذا كذا يكون فيها كلمات مفتاحيه، عايزني اجيب لك كلمات مفتاحيه تمام عشان تحسن كتابتك باستخدام الكلمات دي، عايز لما حد يجي يدور عليك يعرف يلاقيك، عايز محركات البحث تعرف تلاقيك في منتج او في موضوع او في اي حاجه، طيب يبقى كل ده برضو انت شغال معاه. الحاجه الرابعه اللي نتكلم عليها كتابه الاعلانات، عايز وصف الاعلان تكتب وصف الاعلان حلو يشد الناس عشان يعرف مثلا يفتحوا الاعلان ويشوف انت بتنتج ايه او ايه المنتج بتاعك سواء كان فيديو او منتج بيتباع او اي يعني اي حاجه انت عايزها، عايز ولا عايز اعلانات الفيس، تمام عايز اعلانات الفيس، عايز ايه بالظبط، وصف المنتج اللي انت هتكتبه ايه، طب عايز تصميم مثلا الويب يكون انت اللي بتختاره هو بيعمل لك اللي هو عايزه، طيب بيقول لك هنا في كتابه الاعلانات مره ثانيه عايز افكار للاعلانات، طيب ايه الافكار اللي انت عايزها في الشوكولاته في كذا في كذا، ايه افضل شوكولاته رسم، تمام يبدا يقول لك بقى هتختار برضه تحفيزي ورسمي وتاكيدي ومش عارف غني بالمعلومات والكلام ده، انت بتبدا برضه تشوف الكلام ده يا صاحبي، تمام انت شغال لنا في موضوع كتابه الاعلانات وبتبدا تقول لا طب انا عايز اعلانات جوجل، طب عايز اعلان صفحه كامله، لا لا اديني اعلانات لينكد ان، لينكد ان ده اللي كنت شرحته قبل كده اللي هو خاص بالوظائف واللي هو بيساعد
بتساعدك انك تلاقي وظيفه في شركات محترمه لما بيشوفوا السايد فيو بتاعك والشغل بتاعك، وهتلاقوه موجود فوق دلوقتي في النصوص. وصف الاعلان طبعا ده بيتعلمك تعمله ازاي، هو بيساعدك الذكاء الاصطناعي في الموضوع ده. بعد كده كتابه الايميلات والرسائل، كتابه الايميلات والرسائل دي تمام. انت بقى بتبدا بقى هنا، الايميلات دي مهمه جدا عشان تعرف تكتبها صح، برضه هو بيساعدك في حاجه زي كده. بريد الكتروني عشان تواصل، يساعدك تكتب ايه جواه او الكلام ده في رساله معينه او في حاجه معينه. هو حتى بيقول لك هنا ايه، قم بتغيير الايميلات البريد الى خيوط دافعه من خلال كده، اللي هو ايه حاجه متحمسه، قصده انك تكون متحمس. حلو الكلام. رسائل مباشره، تحسين محتوى بريد الكتروني، رسائل واتساب، كل حاجه موجوده هنا بالنسبه لكتابه الرسائل. انت اقعد اقرا يا صاحبي وشوف ايه اللي انت محتاجه للكلام ده. واخر حاجه موجوده عنده هنا في ادوات كتابه المحتوى الذكيه، منصات التواصل الاجتماعي. انت عايز تعمل مشروع فيسبوك بس عايز ناس تعرف تشوفه، فمحتاج كلمات مهمه جدا ليه. عايز هنا ملف حساب تواصل، عايز فكره فيديوهات تيك توك مثلا تمام، عايز تعليق مثلا على حاجه معينه في الانستجرام، عايز في لينكد ان مشهور، لينكد ان مثلا في كتب بطريقه كويسه، عايز تغريد على تويتر تمام. يبقى انت كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، كل ده تبع ادوات كتابه المحتوى. طب انا سيبني من ادوات كتابه المحتوى دي دلوقتي واروح مثلا على حاجه اسمها ادوات الميديا. ادوات الميديا دي برده نفس الكلام، ادوات الصور الذكيه. تعال نفتح ادوات الصور الذكيه، بيقول لك عايز هنا حول النص والكلام ده كله، حول النص، حول نص لصوره. هتقول له انا عايز احول نص لصوره، بيقول لك طيب ماشي. فانت بتكتب النص اللي انت عايزه هنا عشان يشيل لك صوره، ودي قلناها قبل كده وكلمنا فيها مرارا وتكرارا تمام. ونرجع هنا خطوه كمان، بيقول لك طب عايز تحسين الصوره عشان الصوره مش قد كده، طب قول لي هنا دخل الصوره وانا هظبط لك الدنيا. ولا عايز تعمل اشعار معين، طيب عايز تلون صوره يعني مثلا يعني ابيض واسود او بهته شويه تمام، وانت عايز تعمل عمليه كلر مثلا الوان زي دي موجود. ازاله خلفيه، الخلفيه دي انت مش عايز، عايز تحط خلفيه تانية ماشي، ابص بعينك الخلفيه وارجع لك تاني عشان تكون فاهم. طب عايز صوره رمزيه يعني دي صورتك الحقيقيه، طب عايز صوره رمزيه زي الصور دي كده، هتقول له اه، هيبدا يساعدك في حاجه زي كده. طب نبدا ننزل تحت شويه كمان، بيقول لك عايز اعمل لك باركود، بيقدر. عايز خطوط من صوره لخطوط تمام، من صوره زي دي كده حول لك الخطوط، ممكن تاخدها تطبعها وترسم اللي انت عايزه. اعاده تصميم صوره، يعني صوره كانت كده وانت بتعدلها بتخليها كده. ده بينفع الناس اللي بتعمل عمليه تشطيبات او اعاده ديكور او حاجه زي كده، بيساعد معاهم حلو جدا. طبعا عايز تكبر صوره او صغر صوره او حاجه زي كده، هو بيقدر يساعدك في حاجه زي كده. اتكلمنا هنا عن موضوع ادوات الميديا، انا ما بتدخلش في حاجه زي كده لان كلهم زي بعض بالظبط. يعني اي حاجه انت عايزها، حتى لو عايز مثلا تحسين صوره، تعال صناعه شعار، بتيجي تقف هنا يقول لك انت عايز تعمل كذا، تقول له اه، تبدا تدخل على طول وتشتغل. سيبك من ادوات الميديا اللي اتكلمنا عليها وادوات الكتابه، ونبدا ندخل ادوات الشركات. حاجه خاصه بالشركات بقى اتكلمنا عليها من شويه، فيها تسويق، اداره ماليه، اللي عايز يتكلم اداره ماليه تمام، تحليل محفظه الاستثمار، اي حاجه خاصه بالشركات موجوده هنا تمام. لفرص الاستثمار، سوق العمل، شركات اللي بنفسك عامله ايه، اخبارها ايه، التسويق، ايه اقتراحاتها للمشروع التسويق، ايه خطط التسويق الجديده، هتعملها ببريد الكتروني ولا هتعملها عن طريق منصات اجتماعيه، هتستخدم انستجرام ولا تستخدم فيس ولا تستخدم ايه بالظبط، ايه شخصيات المستخدمين، اسهل المساعده في انشاء. انت تقرا كل الكلام ده. طب الانتاجيه، تحسين مسار العمل، انت كل الكلام ده تقدر تقراه، مش عايز اتكلم عشان ما اخدش وقت حضراتكم تمام. طب كتابه المحتوى الخاص بالاعمال، برده دي حاجه مهمه جدا. طب هنتكلم هنا بعد كده على ادوات المطورين. ادوات المطورين دي بتهم ناس كتير، منشئ موقع ويب تمام، بايثون دي اللي هي خاصه بلغه برمجه مهمه جدا على فكره، بتخص مبرمجين معينين، دول بيكون خاصه بيكون ليها تكنيكال شويه تمام. جافا سكريبت، وما ادراك ما جافا سكريبت. جافا سكريبت دي واحده من افضل البرامج اللي فضلت على قمه سنين طويله ولا زالت تمام. جافا اتش تي ام ال ما حدش بيستغنى عنها خالص. اتش تي ام لو احنا بنعمل مثلا حتى موقع ولا حاجه، او بنيجي نعمل منتدى على جوجل، لازم ناخد الاكواد بتاعت اتش تي ام عشان نشتغل بيها. سي دي انا كنت دارسها في الكليه وكنت فاكر ليها اهميه مثلا واحده بس، اتضح ان ليها اهميه، هي وسي بلس وسي دبل بلس، ليهم اهميه جامده جدا تمام. كاكواد مثلا بيتم الاستعانه بيهم ساعات تمام في برامج كتير قوي عشان بيساعد على حلها وشغلها. سي مثلا، سي داش مثلا تمام، او سي مثلا اللي هو بيسموها
بيسموها ليها كذا اسم في السوق، بس انا فاكر اسامي تجاريه ليها اسم تجاري كده لها اشتاج وحاجات زي كده، والسي دبل بلس كنت بحكي لكم عنها تمام من شويه، اللي هي بتكون تطور طبيعي وحاجه زي كده لشغل، والسي اس اس طبعا، والار يو بي واي تمام، والبي اتش بي. البي اتش بي دي انا بعتبرها حاجه من القمم على فكره، هي ليها صفحات على الفيس لوحدها اسمها صفحات مبرمج البي اتش بي، من كتر اهميتها من كتر الناس بتشتغل بيها، ودي بتطلب بيها شغل خاص جدا 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 تمام. والدي ار تي طبعا دي حاجه مطلوبه جدا، ودي اخر حاجه موجوده عندك هنا في ادوات المطورين. في بيقول لك بقى عايز في حاجات تانية مثلا زي تحرير نص، زي البي دي اف مثلا، تحرير نص والكلام ده كله حاجه مهمه جدا لاي حد عايز يشتغل شغل اعلى شويه. وطبعا لو انت عايز بقى مثلا كمان ايه تعمل سبيكر او تحدث مع البي دي اف، انك تنشئ مثلا او تجيب ملف من عندك بي دي اف وتعمل شغل عليه، موقع ويب، عايز اي شغل من الكلام ده بتروح هنا عند موقع اي ار اي بي واي اي اي تمام. انا بقوله بالحروف عشان اللي عايز يكتبه تمام، مش عايز اقول مثلا ربيا مثلا دوت اي اي، لا انا عايز اقول بالحروف عشان اللي عايز يكتبه، واللي مش عارف يعني يقرا من على الشاشه يقدر يكتبه كده في جوجل اي ار اي بي واي دوت اي اي تمام. هو ده اللي هتدخل موقع عليه اللي احنا شفناه في بدايه الفيديو، عشان تقدر تعمل اي شغل من اللي انت عايزه ده، تحول من نص لصوت طبعا، من نص لصوت اللي انت عايزه، او في حاجات كده جدا يا جماعه هنا مهمه جدا للي عايز هنا يشتغل على موقع مهم زي ده. وكمان الموقع ده بالعربي او بالانجليزي او باي لغه، في لغات كتير جدا جواه، بس انت اللي اختار طبعا العربي لو انت عايز شغل عربي، وده اول موقع ذكاء اصطناعي بيشتغل بالعربي ويقدر يساعدك في شغل كتير جدا. لو ليكوا اي تعليقات ممكن تسيبوها في التعليق ان شاء الله تمام، وانا هرد عليكم. شكرا لكم، كل سنه طيبين، مع السلامه.